ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ውድ ስራጅ እንደነዚህ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ረመዳን እንዴት ነው? እንዴት ይመስላል? ኢንሻአላህ ተስፋ አድርጋለሁ እየተጠቀማችሁ እንደሆነ በዚህ በረመዳን በአሪፍ ሁኔታ እያስኬዳችሁት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ኢንሻአላህ። ዛሬ እንግዲህ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ አብረን ቁርአን እንቀራለን። ያወቅኩትን ትንሽም ነገር ብትሆን ከእናንተ በላጭ ሆኜ ሳይሆን ከእናንተ አዋቂ ሆኜ ሳይሆን ትንሽ የማውቃትን ነገር ብዙም ምን እውቀቱ የለኝም የማውቃትን ነገር አብረን እንድንካፈል ነው፣ አብረን እንድንቀራ ነው ኢንሻአላህ። አሁን በአላህ ፍቃድ ወደ ቁርአኑ ሄዳለሁ። ዛሬ የምንቀራው ሱረቱ ራህማን ነው የምንቀራው ኢንሻአላህ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم من يحسقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم الشعاذ من ناس ونحس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء
ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن وحميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن كاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بتائنها من استبرك وجن جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كاسرات الترف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن كيرات نحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الكيام فبأي آلاء ربكما تكذبان ألم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ቢስሚላህ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በተለያዩ ጊዜያቶች እየመጣን ኢንሻአላህ እንቀራለን በየቀኑ ከእናንተ ጋር አብረን እንቀራለን መቼስ አውቂ አይደለም እዚህ ጋር መጥቼ እናንተ ፊት ቁርአን መቀራው የትንሽ ያወቅኩትን ከእናንተ ጋር ለማማማር ነው ብዙ የሚቀረኝ ነገር አለ እና ተመልካቾች ለዛሬ በዚህና በቃለን ነገ ከነገ ወዲያ እንደዚሁ በቁርአን ኢንሻአላህ አብረን እንቀራለን እስከዛው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ